الهجوم ديال المنتخب الوطني. إيريك غيرتس مدرب المنتخب الوطني مواليد سنة 1954. هذه كرة جميلة، ضربة راسية، هدف، هدف لفائدة المنتخب الوطني، هدف لفائدة المنتخب الوطني، هدف لفائدة المنتخب الوطني بواسطة بن هندا. هدف يأتي عن طريق مدافع، إذا النتيجة كتغير وكتصبح عن طريق كرة ثابتة. وكما قلت في بداية التعليق منذ لحظات بأنه بالإمكان المنتخب الوطني يسجل عن طريق الكرات الثابتة، لأن ما كانش عنده حلول كثيرة في وسط الميدان. هدف 1-0 إذا لفائدة المنتخب الوطني. 26 دقيقة الآن، تلاحظوا خرجة و في المكان المناسب المهدي بن عطية يتمكن من تسجيل تمريرة. لاحظوا الإعادة، إذا المهدي لا المدرب غيرتس ولا كذلك بن شيخة. عرفوا بأن نتيجة المقابلة مهمة بالاضافه الى القيمه ديال هذا الديربي المغاربه. هذه فرصه لبعيده المنتخب الوطني، كره اتجاه مروان الشماخلي، فرصه، هدف، هدف مروان الشماخ، هدف جميل بالنسبه للاعب مروان الشماخ، واحتفاليه كبيره هنا بمدينه مراكش. اذا هدف جميل، انهاء مروان الشماخ باحترافيه كبيره. الهدف الثاني غادي الاكيد سنتابع الاعاده، الاكيد سنتابع الاعاده وسنشاهد الفرحه ديال مروان الشماخ. هدف كيعني الشيء الكثير. لاحظوا التمريره جميله، ربما التمريره ديال بن عطيه، غادي نتاكدوا لانه التمريره هي يمكن نقول بان مروان الشماخ نهى العمليه بشكل جيد وقام بالدور ديالو كهداف. ولكن نتمنى نشاهد، نتمنى من زميلي ربما هاودي يعطيني الكره الاولى اللي خرجات، وتنظن بن عطيه، ربما بن عطيه اذا كان بالامكان نشاهدوا في المقابله. ولكن تنظن بانه الدور اللي تيلعبو حسين خرجه تيلعب على مستوى ديال فرصه لفائده المنتخب الوطني، هدف، هدف ثالث لفائده المنتخب الوطني بواسطه يوسف حجي، يوسف حجي يسجل الهدف الثالث. كما قلت اخطاء كثيره، اخطاء كثيره ديال اللاعبين الجزائريين، هناك احتجاج ديال اللاعبين الجزائريين بان هناك تسلل، ولكن الهدف الثالث لفائدة المنتخب الوطني، الهدف الثالث اللي جاء عن طريق حملة جميلة قاد المنتخب الوطني، وكان ربما استفد بشكل كبير من الخطأ اللي كاين على مستوى الدفاع. كما قلت خلال بداية الشوط الثاني كانت ثلاثة ديال الفرص، الفرصة الرابعة تعطي الهدف لأنها كانت أخطاء كثيرة. اعتقدوا اللاعبين الجزائريين بأن كاين هناك تسلل. إذن الهدف الثالث بواسطة يوسف حجي، يوسف حجي اللي معروف عليه الاستفادة من مثل هذه الكرات. كان هناك خلل وخطأ وأخطاء متعددة على مستوى الدفاع. 3-0 الآن، 3-0 لفائدة المنتخب الوطني، وفرحة هنا كبيرة، فرحة بهذا المركب الجميل. كنقول بأنه صباح حملة لفائدة المنتخب الجزائري، ولكن تدخل جيد ديال حسين خرجة استرجع كرات كثيرة. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني، هذه فرصة، هدف رابع، هدف رابع لفائدة المنتخب الوطني، هدف رابع، هدف رابع. اعتذر للجمهور لأنه الهدف كان مفاجئ، لأنه وصلني يعني كمية كبيرة من الماء
جانبي الزميل أسدون وكذلك الزميل طلال على القناة الثانية. ولكن في الوقت اللي كنا مشغولين تسجل هدف رابع. إذا غادي نشاهدوا الهدف الرابع لفائدة المنتخب الوطني. وقلت يعني اللاعبين الجزائريين انهاروا بشكل كبير. أسامة السعيدي مراوغة جميلة وهدف جميل جميل هدف هدف جميل ديال أسامة السعيدي اللي كيختم التألق ديالو. لاحظوا المراوغة، لاحظوا التقنيات العالية والهدف بين الأرجل ديال بولحي. 4-0 الآن لفائدة المنتخب الوطني. لأن 4-0 لفائدة المنتخب الوطني. مقابلة أصبحنا منشغلين.